إمكانية كشف الكذب من الأشياء التي تكون هامة جداً للأفراد وللمديرين وأصحاب الشركات والمصانع حتى يتمكنوا من التعرف على الأشخاص الكذابين الموجودين في حياتهم اليومية، فتكون كدرع حماية يساعدك على تخطي مشكلة الاحتيال التي تقع ضحية لها للشخص الكاذب والذي يقوم بعرض الحيل عليك، فتتمكن من التعرف على الشخص الكاذب من خلال لغة الجسد والإيماءات التي يقوم بفعلها أثناء الحديث. نستعرض عليكم مشاهدين في هذا الفيديو بعض العلامات التي كيف من خلالها يمكنك أن تكتشف الشخص الذي يكذب عليك ويخدعك. لغة الجسد: التعبيرات الحسية التي تصدر عن الفرد الكاذب والتي تظهر في حركات الذراع واليد، فقد تأخذ حركة اليد والذراع تجاه الشخص الكاذب، فقد يتجنب النظر إلى الشخص الذي يتحدث معه في عينيه، كما أنه يبدأ بوضع يده على وجهه ووضعها على الحلق أو الفم ويبدأ في ملامسة الأنف، فهذا دليل على أنه شخص كاذب. تعبيرات الوجه التي تظهر على الشخص الكاذب: الابتسامة الوهمية التي تظهر عليه أثناء التحدث والتي تظل فترة طويلة ثم تتوقف مرة واحدة فجأة، فقد تكون هذه علامة واضحة على أنه شخص كاذب. وتعبيرات الوجه لا تكون لها علاقة بالتعبيرات اللفظية، ففي بعض الحالات يقول الشخص أنا أحبك ولكنه يعبث في أنفه وفي رأسه. في حالة التعبير عن شيء غير الذي تشعر به قد يظهر على الفم، ففي حالة الابتسامة وأنت تكذب يقوم الفم فقط بعمل حركة الابتسامة، أما في حالة التبسم من القلب يظهر هذا على الفك وعلى الخدين وعلى العيون والجبهة، فقد تنزل إلى أسفل في حالة السرور. ردود فعل الشخص الكاذب: الشخص الكاذب يكون شخصا غير مرتاح في العادة عندما يتحدث مع أي شخص، فقد يبدأ باسترجاع رأسه إلى الخلف بعيدا عن جسمه، كما أن الشخص الكاذب يقوم بوضع الأشياء دون أن يتعرف على مكانها، فقد يقوم بوضع الكتاب والقهوة في أماكن دون أن يدرك هل هي مناسبة أم لا. سياق الحديث اللفظي للشخص الكاذب: يكون حديثه مضطرب، فحين توجيه أي سؤال له يقوم بالإجابة عليه بطريقة غير مرضية، ففي حالة سؤال الطفل هل أكلت الكعكة؟ سيقول لك لا، لم آكل الكعكة الأخيرة، فهذه الإجابة غير مبررة نهائيا، وهذا يكون دليلا على كذب الشخص. ويقوم الكاذب أيضا بتقديم بيانات غير واضحة تؤكد كذبه، والشخص الكاذب أيضا قد لا يتكلم بشكل جيد في الأمر الذي يكذب فيه، ويقوم بقول بعض التفاصيل غير مريحة للمستمع. هناك علامات أخرى عزيزي المشاهد تؤكد الكذب على الشخص الذي يقوم بخداعك، ومنها أن الشخص يقوم بتغيير الموضوع الذي يتحدث فيه بسرعة جدا، كما أنه يكون شخصا متغير ومفاجئ التغيير للموضوعات دون أن يعود مرة أخرى للموضوع الذي يتحدث فيه. عليك مقارنة هذه التصرفات التي يتصرف بها الشخص الكاذب مع الصفات التي يحملها الشخص السوي حتى تتعرف عليها. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويكيتيوب، الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية.